أنت بنظر يعني نقدر نقول الناس أمي، ولكن بنظري أنت عمري، أنت الحياة. صباح الخير على كل أم، صباح الخير على كل امرأة ضحت بلا مقابل، صباح الخير على اللي بتربي واللي بتتعب بجد، وللأسف ما بتبقاش منتظرة أي حاجة من أي حد غير كلمة ممكن شكرا، وأوقات كمان ما بتبقاش محتاجاها. صباح الخير على بجد أحلى حاجة في حياتنا، صباح الخير على اللي ربنا كرمها، صباح الخير على اللي دايما بدعواتها إحنا ربنا بيفتح لنا أبواب الرزق. صباح الخير عليك يا كريم، كل سنة وكل أمهاتنا يا رب بخير وسلام. صباح الفل عليك، صباح الفل على كل حضراتكم، وبطبيعة الحال يعني أحلى تحية وأحلى صباح على كل أم في كل مكان في العالم، مش بس في مصر. الأم يعني الحياة، الأم يعني مجموعة كبيرة جدا من المفاهيم اللي صعب نحصرها في مقدمة حلقة أو حتى في حلقة على بعضها. صحيح. يعني الحقيقة لو جيتوا للحق يعني مهما اتكلمنا استحالة نوفيهم حقوقهم. كل سنة وكل أم مصرية بخير، ربنا يرحم كل أم يعني فقدناها ويصبر ويربط على قلوب أبنائها. ولكن حتى في الظروف اللي زي كده الخالة بتكون أم، والعمة بتكون أم، واللي ربت بتكون أم، والجارة بتكون أم، والزميلة بتكون أم. طبعا طب فين عطاء الأم ده؟ هو مين اللي يجيب لي مين هدية، ولا مين اللي يعيد على مين؟ طب ما نشوفش نفحة كده من نفحات الأمومة كمان. أنت عايز هدية في عيد الأم؟ تطش حنية. لا مش هدية، بس تطش حنية. يعني تعملي حسابي مثلا في الجزر والخيار اللي بيجيبوه مع الفطار، شوية لوز ني تعملي حسابي معاك فيه كده يعني. بما ان انت طيب يا كريم، وكل امهاتنا مره تانية بخير وسلامه يا رب. وبما ان احنا بنتكلم النهارده اكيد 21 مارس فعيد الام، هنتكلم النهارده كلها عن بقى يعني النماذج النسائيه اللي هي قدرت فعلا تحقق حاجه على يعني زي ما نقول كده اختلاف على ارض الواقع، وقدرت ان هي بتحديات كمان تصل لي يعني مراتب عاليه جدا، وقدرت ان هي كمان تربي اجيال من الابطال الناجحين جدا في مجالات كتيره. وهنتكلم تحديدا كمان عن الرياضه. خلينا نتكلم عن الفقرة الأولى، هتكون معانا هي كابتن سلوى محمود سليمان لاعبة النادي الأهلي منتخب مصر السابقة، فقرة تانية مع كابتن مي نصر مدرب مساعد عمومي سيدات يد الأهلي، وفقرة مع المطربة رهف أنس مطربة بكورال النادي الأهلي. هنغني بقى، احنا بنتكلم برضو النهاردة عيد، فلازم هنسمع بعض الأغاني كده الخاصة بالأم. وبالنسبة بقى النهاردة احنا زودنا فقرة وهي فقرة السوشيال ميديا، وده علشان حضراتكم ندي فرصة اللي عايز يعيد على والدته يكتب لها أي كومنت، عايز يحط صورتها حتى هنعرضها في الفقرة الأخيرة. وجهوا أي رسالة تحبوها لوالدتكم، لحماتكم، لأي حد أنتوا حابين توجهوا له رسالة بتعتبروه يعني زي والدتكم، أو الصورة حطوها، وإحنا إن شاء الله في آخر فقرة نوعدكم هنعرض كل ده إن شاء الله في فقرة السوشيال ميديا.